لك ورحمة الله وبركاته. أنا يحسن سامي حمدي، سوف أقوم بتجربة أنواع التربة. هنا عندي تربة صخرية وتربة رملية وسماد عضوي، وأنا سأسكن الماء بالتساوي. التربة الصخرية سربت الكثير من الماء، والتربة الرملية تسربت نصف كمية من الماء، والسماد العضوي لم يكن عضوي سرب ربعا من الماء. شكرا لهذه التجربة، جاءت هذه التجربة لمادة العلوم. مع السلامة.